السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير الخوت، بخير عليكم، كي صبحتوا؟ كل شيء مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش، الله يحفظكم ويجيكم ونتمنى نلقاكم صحة جيدة بإذن الله. اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء الاخوان، اليوم غادي نخرجوا دوك الوليدات اللي كنا عزلنا البارح الاثنين على ما اظن، تماما البارح الوليدات اللي كنا عزلنا ضروري غادي نخرجهم في الكولوار ونخليهم ان شاء الله، نحط لهم الماكله ديالهم في الكولوار ونخليهم يتشمشوا بما يوليو يقدروا يطلعوا فوق الشجنه ويهبطوا، لان كاينين شي وحدين باقيين صغار باقي ما كيقدروش يفرفروا. وحاجه اخرى، لقينا واحد جوج كره بانوا لنا هنايا، راني عزلتهم جوج كره، درت لهم طرطاقات، انا غنعزلهم دابا ان شاء الله. فين هما؟ انا نوريهم لكم جوج كره هنايا، البارح بانوا لي كيهيجوا البارح في العشيه. ها هو واحد، ها هو واحد هو هذا، شتو هو هذا، ها هو الثاني، هذا تبارك الله، شوف الصحه ديالو اللهم بارك، بومبي اللهم بارك. هذا غادي نطلقوه مع الدكور، الباب عندك اللي طيح ليا الباب، بلاتي نخرج بها، بلاتي نخرج الخوت، وسمحوا لنا الله يرحم الوالدين على هاد التصوير، ما كانش اللي شد معنا، لان فري بصح كيف كيقولوا يد وحده ما كتصفقش. ها هو غادي نطلقوه هنايا، وباقي ذكر اخر طوبي بان ليا كان كيهيج البارح، طوبي داك ليه الطرطاقه، راه كاينين ذكورة هنا الخوت، راه كاينين ذكورة، اللهم بارك، واحد الطوبي معرفتوش فين هو، واحد الطوبي راه كنا عزلناه تا هو، نشوف، راهو الفوق الخوت، شوف، هذا كيهيج أتذكر هذا، البارح أنا شتو البارح في العشية كيهيج ودرت ليه الطرطاقة، هاهو، شوف كيف كتلاحظو، تا هو لاطاي ديالو، اللهم بارك. كيف كتلاحظوا راه بومبي، الصحة ديالو راه تبارك الله، الصحة عندو مليحة، كيف قلنا الخوت الصحة عندو مليحة تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. أنا نوريكم الصحة ديالو، عاد نطلقو إن شاء الله، وغادي نخرج دوك الوليدات، وسمحوا لنا إلا قجرت عليكم، شوف الصحة ديالو تبارك الله راه بومبي، هذا راه البارح شتو كيهيج. ها هو راه بدا في البداله، كيف كتلاحظوا راه بدا في البداله، وان شاء الله الخوت هذيك غادي ناخذها، ديك التقطيره نقدر اليوم نجيبها ديال القميله، راها افيكاس، هذا هو الدكار، هذا راه بدا كيهيج، والله ما عرفت كاع والدي شكون هما، يا ما عرفتش كاع والدي شكون هما، والله ما يسير ولا تعسر. نطلقوه دابا هذا ان شاء الله، نطلقوه مع الدكور، وخليكم نخرجوا دوك الوليدات، غنبداو نخرجوهم وحده بياسه ان شاء الله. يلا خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. Thank you.
خوتو حنا باقي لنا واحد هنايا غنخرجوه. الله يجعل البركة. هادو هما شني بغات الخوت، حنا غادي نخرجوهم واحد شويه، عندنا هاد الحالي الناس نخرجوهم غير للسطح غير باش يعرفوا شنو كاين، باش يعرفوا هما فين كاينين، ما يبقاوش هنا في الكولوار. زيدوا زيدوا خرجوا زيدوا زيدوا. هادو اللي قلنا هادو يلاه يتعزلوا، بالاخص هادو هما اللي كتشوفوا هاد اللورانيين، يلاه يتعزلوا. زيد 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 اوليدي زيد 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 بابا زيد 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 زيد. خرج خرج برا خرج برا. انا الخوت كيف كتلاحظوا اشني بغات، اللهم بارك، باش غير يعرفوا يخرجوا لهنا، باش الا بغاو يتشمشوا يخرجوا يتشمشوا، يبداو يفرفروا شويه، حيت راه كاين داك الدفلي ديال الناس ديال تيفال، التحيه ليهم. الدفلي وداك الحمر باقي ليا بياسه، بقى لي بياسة ديال تيفلت ما خرجتهاش الخوت، بياسة ديال تيفلت ما خرجتهاش، وهي الطوبي باق أصفر، الطوبي باق أصفر باقي ما خرجتوش، الطوبي باق أصفر، بلاتي نمشيو نخرجو الطوبي باق أصفر، هداك تنسى ليا الطوبي باق أصفر حيت باقي صغير، كاين 4 و 8 و 12 كاين 14 الحبه. الطوبي هو هذا الطوبي باك صفر، ها هو هذا اللي طلقنا دابا. حنا غنلوحو لهم واحد الكمشه هنا في الارض ديال الماكله، غنديرو لهم كميشه ديال الماكله هنا في الارض باش يكون الخوت داك لومبيونس ديال، باش يكون داك لومبيونس. باش يكون كيف قلنا داك لومبيونس، دابا غيبداو يدورو وياكلو، كيف قلنا الخوت غادي يبداو يدورو وياكلو باش يكون داك لومبيونس. ها هما تبارك الله كياكلو، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا واياكم من المهالك. هنا كاينه، علاش الخوت كنقول كنطق، كاينه 14 الحبه هنايا كيف كتلاحظوا، ها هما يا هادو، وكاين واحد هو جاي، هو جاي هو جاي طوبي محروق، هو يدخل المعمعة حتى هو، يعني كاين 14 الحمامه هنايا، ها 3 3 و 3 6 ها 9 ها 12 13 14 كاين 14 الشنبوره الخوت هنا اللي كاينه. كاين 14 الشنبور، اللهم بارك. دابا الخوت غادي نهبط في حالي ان شاء الله للميها، راه عندهم الماكله كيف كتلاحظوا هي عندهم هنايا، وتبارك الله كياكلوا هادشي ديال التخليطه كياكلوها مزيان، الشعير ما تيبغوش ياكلوا سبحان الله. يلا الخوت الله المستعان، نمشيو نكملوها نعاس حتى لديك الثلاثه ونطلع نشوف شنو كاين. انا علاش قلت 14، ربما يطير شي شنبور، لان داك الحمر كيطير فوق الشجنه، والدفلي كيطير فوق الشجنه بعدا ديال تيفلت كيطيروا فوق الشجنه، وهادو حتى هما يقدروا يطيروا. ها هو الطبيب محروق اللي على يدينا اللي من باغي يطير، وحنا غادي نبقاو معاهم دقه دقه ان شاء الله هاد الشنيبرات، حتى نشوفوهم في اخر المطاف شنو غيديروا في السباقات العام الجاي ان شاء الله، نشوفوا الولاعه كي غدوز، فهمتي، نشوفوا الولاعه كي غدوز ان شاء الله. يلا الخوت نمشيو دابا، نمشيو نعسو ان شاء الله، وتحيه لكم جميعا، تحيه لخويا محمد يوميا كيتصل بيا ان شاء بالليل مع ديك 3 4 الصباح يوميا، الاخ محمد من الامارات الله يجازيه بخير، ديما كيشد معايا الستون بالليل في الصباح. ها انتم الخوت، ها انتم بغاو يطيروا، هادو بغاو يطيروا، شوفوا كيف بداو يحنقزوا، وريني باقي ما قادينش حتى
تحيه ليه وتحيه لخويا المهدي حتى هو اللي من الامارات، وتحيه كاع لخوتنا وحبابنا خويا فتاح مخزومي. شكرا، الامانه راها وصلت اخويا فتاح، تحياتي. يلا الخوت نخليكم ان شاء الله، خويا جهاد انت، تحيه لك، تحيه لخوتنا وحبابنا جميعا، وتحيه للحاج توفيق مدينه ساله حي السلام الحاج توفيق، تحيه لخويا الحاج. يلا الخوت نمشيو دابا نعسو حتى الثلاثه ونتلاقاو باذن الله. ما دوما الحميمات اللي كاينين هما 14 شنبور كنقولها ونعاودها باش نعقل، باش الا جيت لقيت شي بياسه ناقصه لان العقل ما بقاش عندي كنسى. يلا الله المستعان، تحياتي لكم. عدنا من جديد، الساعه تشير الى الرابعه، الحمد لله كيف قلنا الساعه تشير الى الرابعه، وطلعنا الخوت الحمد لله. كنا خلينا الباب محلول، راه دابا يلا سديت الباب وخرجتهم على برا. كيف كتلاحظوا الحمد لله الحميمات راهم على ما يرام، 14 شنبور اللي خرجنا يمكن على ما كنظن راه ما طاق حتى واحد فيهم. هو الحمر سير باش 14 شنبور هي هذيك الخوت، الماكله راه كلاوا وبقات غير شي حاجه قليله ديال الدرا الحمراء. وهذا بالنسبه للطوبي راه دخل معك خرجت معاهم حتى الطوبي، يعني الحمد لله الامور ها غدا مزيانه. حنا غادي نشوفوا هنا واحد النسيوة غدا تبيض دابا البيضه الثانيه، ها هي خصني ندير الطاجين للوليدات لانها بيضات، البيضه الاولى والبيضه الثانيه غادي تحطها دابا ان شاء الله. هي هذه نحيدوا لها الوليدات ديالها باش تحط البيضه الثانيه ديالها هنا. غتبيض دابا ان شاء الله. هي هذه نتو ديال البطل الحاج نعمان، وتحيه للحاج نعمان ضربه مع هذا البرتقال هذا. حنا غادي نحطوا لها البيضه ديالها كيف قلنا دابا. هي هذه شحال رقم ديال لوكر 14، رقم ديال لوكر 14. نحطوا لها البيضه ديالها ان شاء الله. هذه 12، هذه كحلوش، هذه 14، هذه البيضه ديالها. نحطوها عليها باش تحط البيضه الثانيه، والوليدات غندير لهم طاجين تماك ان شاء الله. هي ساعة الربح، الله المستعان. والامور كيف قلنا الخوت راه الحمد لله الامور غدا مزيانه. واحد الذكر عندي هنا مبيض، هاذي مبيضش. سبحان الله، هاد الذكر عندي هنا تحت هاد الوكر هذا شتو بحال الا مبيض، ولاني بان لي راه ما مبيضش حيت النتوء ديالو اصلا ما كتبيضش. يلا خليكم معنا، ندخلو دابا الوليدات ونطلقو شنو بغات ياكلو. دخل بابا، دخل اوليدي، دخل دخل دخل، سير سير. بالنسبه لديك الانتي بارازيت راه ما لقيتهاش، لقيت ماركه اخرى وما زعمتش ناخذها. كيف قلنا ما زعمتش ناخذها، لقيت ماركه اخرى ولاني ما زعمتش عليها لاني ما مجربهاش. وتحيه لخوتنا وحبابنا كاع الناس اللي كتفكر فينا. خويا سامير خويا جهاد خويا فتاح خويا فتاح انا الحاج توفيق تحيه لي تاهو من هذا المنبر. دخل اوليدي دخل دخل. أنا خويا جلال مكرم، يا الإخوة اللي كيحبونا، خويا محمد من الإمارات، خويا المهدي كذلك ومثال، خويا أمجد. هنا راه عزلنا واحد جنتيوات باش غادي نلاقيهم مع ذكور أخرى. هاديك النتوى هي الصبليونية، هاهي بدات تاكل، هاديك تعزلات وتعزلات هاد المنقطة، هاد المنقطة هاهي الدفلية هاهي، الجنتيوات اللي عزلت هنايا. على اساس غادي نقلب لهم الملاقيه ان شاء الله.
بما يحنجروا هادو، بما يحنجروا هادو ابن الحمام ديال البروديكسيون راه عطيتو ياكل. هادي الا خرجت ليا مشات ضربني تران هاد النتوى. هادي هادي ديال اخ عبد الرحيم ديال اسبانيا. نحاول ما امكن غدا ان شاء الله نطلق الشنيف بغات يطيروا. غدا في الصباح نجي غادي نطلقو نوكلهم بعدا هو الاول ان شاء الله، ونطلقو يطيروا ان شاء الله الى كتاب. نعطيهم المويه ديالهم ان شاء الله، غنخلط لهم اليوم، غنخلط لهم ان شاء الله داك الاوكسي فيتامين اني باقي ما حليتوش. كنديروا معلقه جوج لتر ديال الماء ان شاء الله ديال الاوكسي فيتامين. خليكم معنا. بالنسبه للخوت لهذا لي كومبوزون اللي قلنا انت اخويا جهاد، ها انت سكريني هاد لي كومبوزون هادو، هما هادو ها هما شتيهم، ها هما هادو راه تسكرينيهم تصورو هادشي اللي كاين فيه. وشوف هنا شير كوريزا، راه هي مكتوبة كوريزا شتيها، راه هي مكتوبة كوريزا شتيها. يلا اللهم يسر. هادي الله غادي نحلو ان شاء الله، اول مرة غادي نستعملو ليهم هو دابا. ها هو ها تحل في ديك الطرطاقة ديالو، ها هو راه مسدود، الشي راه مسدود، وليني راه في ديك الطرطاقة ديالو راه فيها. كنديرو معلقة الخوت كيف قلنا جوج لتر ديال الماء. سمحوا لي راه مكاينش اللي غيشد معايا. فاطيم الزهراء عاوتاني صبحات كرشها ما شكيت عليكمش، درنا البارح واحد زعلوك، حتى انا ما عجبنيش جاك زعلوك بيني وبينكم، والله ما عجبني. درنا واحد زعلوك البارح كليناه، فاطيم الزهراء ضرها كرشها، فاطيم الزهراء ضرها كرش ضراتها كرشها. وانما حتى انا من داك زعلوك بيني وبينكم ما نكذبوش على الله، داك زعلوك ما عجبنيش اللي صاوبنا البارح. كيف قلنا الخوت هنا درنا معلقه صغيره بجوج لتر الماء. من بعد هاد العيبه هادي كنحيدو منها الريح هكا، كنخويوها من الريح، كندلكو عليها نخويوها هكا من الريح، ما يبقاش فيها الاكسجين لداخل. ومن بعد نديرو لها طرق 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 هكا، صافي هاهي تسدات الخوت. ونمشيو دابا للسقايه ديالنا العجيبه ونعمرو الميها. والله يحفظكم الحال جافي لا كروه. غنغسلو تشربو انا معاكم، خليكم هنا. سير 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 باش ما درتش سير سير. انا الخوت كي امي هاكي لاحظتو كي ولات ولا داكشي صفر. وكيف كنقولوا حنا غادي نمولعين الخوت، راه ما كنصنعوا الصوار، حنا غادي نمولعين الحمد لله والشكر لله. هذاك تخرج لنا ديك النتيوه ديك الصبليونيه عندك تخرج. حميمه ما كيشربوا الله مبارك.
بالنسبه ليونيا غادي نشجن انا واحد اليومين ولا ثلاث ايام، ماشي ثلاث ايام بحال هكاك، عاد غادي نتلقى مع الذكر ديالها اللي كانت مع الاولاني. هانا الجماليه الخوت، شوف تبارك الله، هذه هي موت الطوبي. هذا راه البيض ديالها يلا عطيته دابا لواحد الصديق، البيض ديال هاد الانثى هادي والله الا يلا عطيته لواحد الصديق عزيز عليا، يلا عطيته ليه اليوم، الله يسخر ليه فيه هادشي اللي نقولوا، الله يسخر الحميمات كيف لاحظتوا كلاو شبعوا، تقريبا كلاو شبعوا. وبالنسبه للدوكور كيف لاحظتوا راه عزلنا جوج ديال الدوكور اليوم، راه دخلناهم مع الدوكور هنايا، درنا لهم طرطاقات البارح، هادشي بانوا لي البارح هايجين ودرت لهم طرطاقات وطلقناهم هنايا. والاحوال كيف قلنا الخوت راه ما بقى والو، الوقت راه ما بقاش، يعني هذا راه الشهر 7 كيف قلنا. اها هذاك تقول ماشي حمامه، الشهر 7 هذا يعني راه ما بقى والو الخوت. ها الشهر 8، الشهر 9 غادي يبدا الخريف ان شاء الله، الشهر 9 غادي يخرج الصيف، يعني باقي غير شهر واحد غادي يخرج الصيف ان شاء الله، غادي يدخل الخريف البرد، يعني تدخل البداله. هادشي اللي كاين، الا دخلت البداله صافي، اللي عنده شي حاجه راه عنده، اللي فرخ شي حاجه راه فرخها. ونتمنوا هاد الوليدات هادو ما يضيعوش لنا ان شاء الله، باش نلقاو باش نقصروا باش نفرحوا حتى حنا ونفرحوا حبابنا والاخوه اللي متبعينا. هاي هاي سير 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 اوليدو، سير سير كي ولا بالصباغه، شوف امو كي ولا بالصباغه. هاد الصباغه في الحقيقه الخوت راه نهضروا في الواقع، الصباغه ما خداماش. انا علاش الخوت كنصبغ الحمام ماشي على ود الطير ولا على ود هذا ولا على ود هذا، كنصبغ الحمام على ود انه منين يتلف ليا في السماء كنعرفو فقط، انا هذا هو الهدف ديالي باش نعرف حمامي في السماء. حمام كيكون طاير في السماء كنعرفو، ما من الاحسن نخلي الحمام طبيعي بلا صباغه بلا تحمص في الحقيقه. انا الخويا الناس ديال تيفلت، وواحد القضيه، واحد الاخ في الواتساب دخل عندي قال لي خويا جمال واش كيضحك، والله اعلم. انا كنقول كيضحك لان ماشي معقوله، انا قلت كيضحك الله اعلم. قال لي خويا جمال راه مشى لي واحد الوليد واش جا لعندك، قلت ليه فين كتسكن، قال لي في تيفلت. قلت واش كتهضر بصح ولا كتضحك، قال لي راه يقدر زعما، قال لي راه سولت كاع الاخوان اللي هنا في تيفلت وراني 100% كيضحك هذا السيد، ما يمكنش راه كيضحك كيضحك. وخويا العزيز من هاد المنبر انا تنقول لك الشنيبره، انت الخوت الشنيبرات اللي عندي راه ما جا عندي حتى الشنبور ديالك، هادشي اللي كاين حتى الشنبور ديالك ما جا عندي، حتى حنا نضحكوا معاك، انت كتضحك معنا حتى حنا نضحكوا معاك. يلا والله المستعان، غنطلقوا ان شاء الله دابا. ها انتوما شوف 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 الخوت، هذا باقي ما طاحش، هذا من هاد 14 اللي عزلنا دابا، شوف هاد الدفلي هذا والله الا منهم هو بدا كيهيج، يعني وليني كيهيج غير بالتبسبيس، كتسمعو كيبدا يهيج غير بالتبسبيس، وانما ما غنعزلوش، كنعزلو حنا اللي باين لينا ذكر مزيان، يعني تاكدنا منو ذكر هو اللي كنعزلو. نطلقوه مع الدوكور صافي وحيد، غنمشيو نشربو الحمام البروديكسيون الخوت ان شاء الله، نشربو الحميمات ديال البروديكسيون ولا نعاوده ان شاء الله. عاد نطلقو الدوكور، كنطلقوهم يوميا يطيرو، هادو راه صعاب في الطيران. وخليكم معنا الله يرحم الوالدين جميعا. بالنسبه للنتيوات راه صافي كلاو تبارك الله، راه كلاو. دخل يا حبيبي دخل، غندخلهم نحطو لهم الشراب يشربوا، ومن بعد نخرجوا الدوكور الخوت. تحيه كاع لخوتنا وحبابنا، جيت اوليدي جيت، تحيه خويا البشير. ادخل اصاحبي، انت ادخل تمرد فيا، ادخل
الله تبارك معكس هذا معكس هذا معكس هذا معكس هذا معكس اخوتي دخل وليدي دخل بقيتي غنت دخل 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 حبيبه دخل شنو بال ديال التيفلت هذا دخل دابا الامور طيبه الحمد لله دابا نخرجوا الدكور معاهم قلنا هنا دابا ثلاثة ديال الدكور دابا اللي ديجا عزلنا ثلاثة ديال الدكور الخوت اللي ديجا عزلنا نمشيو نحطوا هاد الماكلة هادي نديروها هنا نحطوها غير هنا الميه اللي شاطت نحطوها غير هنا اوكسي فيتامين هو هذا هو ونقصوا المعلقة هما هادو نحطوهم هنا في الضليلة هاد الأونتي بارازيت قلبت عليها ما لقيتهاش الخوت ما لقيتهاش ما لقيتهاش خرج دابا الدكور ان شاء الله يحنجروا شويه كاين الماكله هنا شيطانيه انا مشتها في الارض برا ان شاء الله هي اللي غادي ياكلوا نخليهم يخرجوا ليها ها واحد من الدكور اللي عاد عزلنا هذا الطوبي تبارك الله هو هذا هذا الطويبي هذا هذا واحد اللي عزلناه وكاين واحد اخر فينا هو راه هو باغي يدخل شوف راه هو طوبي محروق حتى هو باغي يدخل وكاين هاد الدفلي هاد الدفلي ها هو شتو هاد الدفلي الحمد لله سير اوليدي خرج شوف هاد البيضات هادو هادو راه قراب غادي يخرجوا الخوت ان شاء الله لان ما بقى لهم والو مازال شوف مقيوسه انا مسكينه هي شتيها تقاصر انما ان شاء الله غادا تخرج الخوت كيف قلنا ان شاء الله غادا تخرج ها انت ولد البلجيكي هو تبارك الله سير سير خرج خرج ولد البلجيكي هو وليداتو واخا على ما كنظن هادو ماشي وليداتو هادو راه وليدات البدعي لان البدعي خلى النتوى فيها البيضاء البدعي ديال طنطان اللي كان جا معطل من طنطان ديال الحاج بوعبيد الشتيوي خلى النتوى فيها البيضاء ومشى خرج وليدات يا خلق الطيب خرج اخرى هاي بيت انت المرض هذا ولد الحرام هذا هو كنجري عليه كيتمجيني لهنايا خرج الله يعطيك ما تاكل يلا الخوت كيف كتلاحظوا هادي هي الولاعه سير سير طيروا كلشي كلشي طير كلشي كلشي دابا كنخرج كل مره كنعزلو شنبوك 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 نقدروا دابا البيض لينا شي شنبوك راسو غليظ ذكر يبان لينا دابا شي شنبوك راسو غليظ نقدروا نعزلوه دابا لا تنشوف شي واحد من هادو هو كاين هذا صغير وشي راه ذكر خليته يرسي معاهم عاد نعزلوه ان شاء الله هنا دابا تترسيو الحميمات عاد كنعزلوهم شي واحد اللي بان لينا ذكر ذكر باين مزيان ما بغيناش نغامروا وهذاك الفوقاني ذكر الخوت شتي الفوقاني راه ذكر ذكر 100% ذكر نعزلوه هي ساعة الربح هذا راه ذكر الخوت حيت لان الجوجه العام اللي فات مشى ليا واحد ذكر خو هذا في سيف ابيض هذا ذكر وانما راه باقي ما مرصيش ماشي مشكل نعزلوه بدا كيقطع التسبيس سمع سمعتوا الخوت كي كيدير بدا كيقطع التسبيس هذا راه لاحظتو راه فايت طار ونزل نيشان هذا ما تلفش هذا راه فايت طار ونزل نيشان سير سير شوف فايت طار ونزل نيشان هاد الشنيبر هذا راه فيه سيف بيض العام اللي فات راه كنمشي ليا خوه بحال هاد الشكل هذا راه يعقل عليه الاخ سمير طوبي سيف بيض راه كان تقيد ليا مع شي حمام يمكن خرج خرج اوليدي خرج الحميمات هما جاو
كيف كتلاحظوا الخضره الفريك غادي وتيكبر ديال الدوكور الشو الفريك ديال الدوكور تبارك الله راه غادي وكيتزاد غادي وكيكبر لان داك تقريبا كل نهار كنزيدوا حمامه جوج حمامه جوج في الدوكور ان شاء الله غادي يكون واحد الفريق اللي غنتولعوا فيه جميعا ان شاء الله العام الجاي ونفرحوا العام الجاي ان شاء الله جميعا باذن الله هذا راه صافي غادي نخليهم مع هذا لانه ذكر هذا متاكد منه الشنابير بانه ذكر غنخليه مع الذكور ان شاء الله الطبي محروق واحد راه هو خارج منه ما كاع ما باغيش يدخل معاهم هنا واحد البيضه طلعت خاويه الخوت باش كتلاحظوا شنقول لكم منين كناخذوا منين كنبازيو على شي نتو ناخذوا منها بزاف من الجوجه اللي قلت لكم خديت منها بزاف عقلتوا عليها خديت منها 8 ديال البيضات هذه خديت منها 8 ديال البيضات هذا كان خطا كبير نخرجوا نتو بنت ليا منفوخه باش تنفس شي شويه نخرجوها تنفس هنا شي شويه نخرجوها تنفس كيف قلنا هذه خدينا منها 8 جوج بيضات ديالها كاينين هنا عند هاد الجوجه هذه حبستها من التفراخ ولاحظنا خوت بيضه راها كتفرخ بالنسبه لهاد البيضه ها هي كيف شفتوا هذه خاويه ها نتوما هي مع الشمس الخوت شوفوا مع الشمس شو كي كتبان لكم هذه راه خاويه والبيضه الاخرى راها كتفرخ يعني عطاوني بيضه خاويه علاش هذيك ملي كنقوي انا التفراخ هذه هي بدات كتخرج كيف لاحظتوا اللهم بارك هذه البيضه هي بدات كتخرج وبيضه اخرى راها ما خداماش خاويه ماشي مشكل حنا غادي نتاكدوا من هذا البيض هذا اللي حاطه لينا الجوجه واش البيض عامر او لا خاوي الا كان عامر غادي نلقاو فيه العروق لان يلاه بيضوا حنا غادي نشوفوا البيض بشويه بشويه وليدي بشويه 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 نشوفوا هذه البيضه هذه ها تبارك الله هذه مزيانه شو كي ولات من الداخل هذه مزيانه الخوت هذه عامره اللهم بارك هذه عامره والاخرى الله اعلم حتى هذه عامره الخوت حتى هذه عامره حتى هذه عامره اللهم بارك عامري البيض عطي عامر بجوج حيت من الاحسن الخوت من الاحسن ما نبقاوش نخليو النتوء تبيض بزاف اكثر من القياس دابا حنا خلينا هي هذه النتيوه ديال المنصف بن درويش تحيه لخويا منصف هذه راه هي اللي عطياني البطاله هذه الانثى وين غندخلوها هادي هي بنتها هي هادي هي اللي كتنقب هي بنتها يلاه والله المستعان الخوت وتحيه لكم جميعا واللي نسيتو يسمح لي والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه